أنا ودي إذا تذكرون مثلا آخر قصائد نشرها له قبل وفاته. أنا في أتذكر أبيات يعني أنا انتشرت قبل وفاته. يعني قصيدة أتذكر موضوعها هذه قبل لا يسوي العملية اللي في الرأس. جيت عنده بالليل وكان بكرة أو بعد بكرة بيسوي العملية. وكان متماسك فقال لي أنا عندي قصيدة كاتبة. يعني تخيل قبل العملية هذه. ما شاء الله. إي والله أنا ما أنسى هذه القصيدة. فسمعت القصيدة قلت له طال عمرك والله هذا الشعور ما حبيت إنك أنت تقوله. يعني كانت قصيدة يرثي فيها نفسه الله ويعزي أخوه الأمير سعود بن عبد المحسن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسن. وفات حسيتها غريبة ها. فأنا انصدمت من القصيدة لأنه بيسوي عملية وهو كان يعني حط بباله أن أنا لو ما نجحت العملية أو شيء هذه القصيدة تبقى للأمير سعود. أن أنا يعني أنا أجمل شيء عندي بالدنيا هو وجودك. نعم. يعني الأمير سعود. وأن أنا يعني قضيت 70 سنة غيري ما قدر يقضاها. يعني أنا الحمد لله الله أعطاني عمر كان أيامها. إيه أن أنا قضيت 70 سنة وكانت في الأمير سعود. أن أنت إذا أنت موجود أنا أعتبر نفسي موجود. فالقصيدة مؤثرة جدا كمعنى يعني. صحيح. وأنا قلت ليش كتب القصيدة هذه يعني. فقلت له والله طول العمر يعني طبعا قصيدة في الأمير سعود والأمير سعود يستحق. يعني صحيح. هو يعني يحب الأمير سعود بشكل يعني علاقتهم علاقة نموذج. نعم. فأنا إحساس القصيدة ما حبيته يعني أنه كان يتوقع شيء. هذه القصيدة اللي تداولوها الناس أنا بعد العملية راح أعطيها الأمير سعود. مفاد هذه اللي تداولوها الناس وقالوا أن هذه كانت آخر فترة لنا في المرض الأخير. هذه كانت من زمان. يعني هي مثل ما قلت لك مراحل المرض عنده يعني تقريبا في 2 بدأت في الورم في الرأس بعدين في الرئة والكسر يعني فكلها جت ورا بعض يعني صار 2 يعني 2.5 تقريبا. بس آخر شهرين ما كتب لبيتين أبو فهد. لا هي هذه القصيدة دولها الناس على أنها كتبت في إن على أساس إن آخر الأيام الله يرحمه. نعم.